فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه يعمله ولكن حبسه عنه حابس كتب له أجره كاملا. فمثلا إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص. وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعا ولكنه منعه منه مانع ولم يتمكن منه فإنه يكتب له أجره كاملا. وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم من كل شهر 3 أيام ثم عجز عن ذلك ومنعه مانع فإنه يكتب له الأجر كاملا. أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. ودليل ذلك أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يعني يعني أن أهل الأموال سبقوه بالصدقة والعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من سبق ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عمل. فقالوا تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل ثلاث صلاة دبر كل صلاة 33. ففعلوا فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعل. فجاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولم يقل لهم إنكم أدركتم أجر عملهم، لكن لا شك أن لهم أجر نية العمل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل الخير. وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يعني سواء في أجر النية. أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إذا كان من عادته أن يعمل.